من الاغاني الحلوه قوي لاحمد سعد اغنيه ايه اليوم الحلو ده، وانا قاعده بسمعها كده وركزت في كلماتها لقيته بيقول ايه اليوم الحلو ده، ايه الناس الحلوه دي. سرحت كده وقلت هو انتوا قاعدين فين، القعده دي فين؟ طب يا جماعه ما حد يشير لوكيشن؟ لا ده كمان بيقول لك ده الانبساط لازق لي لازقه، ده ما صدق، لا ده احنا نيجي بقى. انا ايمان مبروك وده ابو شنب. بصراحه قعده احمد سعد تستحق نقول لكم ازاي ممكن تبقوا قوه جاذبه للناس الحلوه. في ناس كده تخصص علاقات مكلكعة، تشوف لك العلاقة المعقدة فين وتلزق، تحس كده ان هما قوة جاذبة لوجع الدماغ، لدرجة كده في لحظة الواحد يحس لكونش انا اللي مش سالك. من الحاجات اللي بتأثر علينا جدا وعلى شكل حياتنا هي الدوائر اللي احنا قاعدين فيها. صحيح في جزء منها انت مجبر عليها زي اهلك مثلا، لكن لو فكرت كويس هتلاقي الغالبية ان انت اللي بتختارهم. في حاجة كده اسمها قانون الجذب، The Law of Attraction، ودي حاجة بتقولك ان انت بتجذب الحاجات اللي بتفكر فيها. لا طب على فكرة بقى ده انا بيجيلي عكس ما بفكر بالظبط، انت اللي فاكر كده. عارفين احسن وصف لقانون الجذب ده ايه؟ هي فكرة حسن الظن في ربنا. لو فكرت فيها كويس هتلاقي انها بتشرح لك ازاي انت بتجذب الحاجات لحياتك، سواء الاشخاص او المواقف او حتى طاقة المكان. من غير كلام كتير وكلكعة، ازاي اعرف اجذب او اجلب الناس الحلوة في حياتي؟ ازاي اقرب منهم؟ ازاي ابقى انا قوة جذب للطاقة الحلوة؟ قانون الجذب بيرتكز على فكرة طاقة او قوة الايجابية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ازاي تشحن عقلك الباطن بافكار كويسة ايجابية كلها معاني حلوة، هتلاقي فجأة حياتك بتلف كده وبتتغير. مش بس كده، الناس السلبية اللي كانت قرفاك في حياتك هتلاقيهم بيطردوا هما لوحدهم، ما بيلاقوش يعني الاتموسفير ده بالنسبة لهم اتموسفير طارد. الخلاصة كده، أشغل قانون الجذب إزاي؟ الزرار بتاعه فين؟ أنا هقولك، في حاجة اسمها القوانين السبعة للجذب، دي لو عملتهم بالنص كده زي ما هنقولهم لك هتلاقي نفسك قاعد جنب أستاذ أحمد سعد في القعدة الحلوة بتاعته كتف بكتف. واحد، الأشياء تنجذب لمثيلتها، بسيطة دي، الإيجابي بيحب الإيجابي والسلبي أكيد مش هيحب يقعد جنبك. ركز على الحاضر. يعني إيه؟ ما تحبس نفسك جوه فكرة بابل كده بتاعت الماضي، أنا حصل فيا، أنا ذكرياتي وحشة، أنا أنا أنا، وافتكر إن كل مرة كنت حابس فيها نفسك وقاعد تفكر في اللي فات وعدى، أنت في فرص عمالة تعدي من تحتك وما أنتش شايفها. من الآخر كده، الحياة مليانة فرص أنت اللي مش واخد بالك منها. رقم 3، الحاجات اللي انت عارف انها سلبية ابعد عنها. قعدة نكد ما تقعدهاش. جروب كده في الشغل قاعد ينتب حظه ويتكلم على فكرة ان هم ناس بيرفكت بس الحياة مش مدياهم، قوم اجري وسيبهم، الوقت اللي انت ضيعته ده كان اولى انك تشتغل فيه. رقم 4 وهي التوازن، والحقيقة ان النقطة دي محتاجين نقف عندها. قانون الجذب انا شخصيا واحدة قريت عنه كتير جدا وطبقته، يمكن مش هنقوم دلوقتي نروح نعمل 1 2 3، لا خد مني وقت طويل جدا. ومن النقط اللي توقفت عندها وتعثرت فيها هي فكرة التوازن، وهنا فهمت مفهومين مهمين جدا، وهي فكرة الإيجابية القاسية والإيجابية السامة. يعني ايه الكلام ده؟ الإيجابية السامة دي حاجة كده شبه انه جسمك مش عاجبك، صحتك مش كويسة، بس انت عشان لازم تبقي بوزيتيف فتصحي الصبح تبصي نفسك في المرايه تقولي ايه ده الله انا جميله انا صحتي زي الفل. لا ده مش حل، في واقع، الواقع بيقول انك لازم تعترف بيه علشان ده جزء من رحلتك في الحياه المتوازنه. اما الايجابيه القاسيه وهي فكره انك ما تديش نفسك مساحه للزعل، للسقوط، للعياط، للاكتئاب، وكان معنى الايجابيه هو ان انا اصحى كل يوم انا متنكده بس مبتسمه، انا حصل لي مصيبه بس مش هتفاعل معاها. لا، الإيجابية الحقيقية هي أنك تعرف أن الحياة مليانة 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 بخيبة الأمل والسقوط والفشل، لكن الصح أنك تفهمه وتتعامل معه. التركيز على الهدف، واذا كنت بقول انا تعثرت كده شويه لما كنت عايزه اعمل بالانس في حياتي او توازن، النقطه دي يمكن اصعب شويه وهي فكره التوهان. اغلبنا تايه، اغلبنا في دماغه فكره بس مش عارف يوصل لها ازاي. اشحن افكارك في الاتجاه اللي انت عايزه، عشان نبقى واقعيين هيجي لك ايام تايه، مش ايام، يمكن شهور تايه. انا كان بيعدي عليا وقت احس انه لو اليوم عدى من غير مشاكل انا كده تمام وحققته. فكروا بنفس الفكره، يعني فكره السمول ستيبس، بلاش يبقى المرتكز بتاعك اهداف طويله او صعبه قوي، مجرد ان يومك يخلص بهدوء هو هدف. الانسجام ده من احلى احلى الحاجات لو قدرت توصل لها. يعني ايه انسجام؟ حاوط نفسك
بالناس اللي شبهك. بس هقول لكم هنا حاجه مهمه قوي، انت والناس اللي شبهك مش احسن من الناس اللي مش شبهك. يعني اللي مش شبهك هو كمان حلو بس في حياته مش شبهي، بيرهقني، مش هدخل معاه في مناقشه، بس مش هكرهه واعتبر نفسي في السايد الايجابي وهو قاعد مع الناس الوحشين. رقم 7، امن بالجمله دي وجربها وقولوا لنا نتائجها. اللي هتبعته للكوكب راجع لك. انت وانت اهم جزء في الدايره اللي حكيناها دي كلها. انت بتبعت ايه للي حواليك؟ محبة، امتنان، كلام حلو، لطف، ولا انت اللي عندك مشكلة وخايف وطول الوقت بتبعت اللي حواليك ترقب وسوء ظن؟ في النهاية اتمنى لكم حياة سعيدة جدا، لكن خليكم عارفين ان كلنا عندنا مشاكلنا، عندنا تعثراتنا بدرجات مختلفة. تقبل حياتك وساعد نفسك انك تبقى احسن.